كشف محمد غريب عم الطالبة نيرة أشرف التي قتلت أمام الجامعة في المنصورة سبب رفضهم خطبة الجاني لابنتهم، قائلا أن شقيقتيها واحدة متزوجة من مدير في السعودية والأخرى متزوجة من موظف في بنك، أما الجاني فليس من مستواهم. وأضاف عم الضحية إن الولد مش من نفس المستوى، بنرفع من المستوى واخويا شيء في حياته عشان يربيهم، وما ينفعش بعد كل الشقا ده انه يستقبل بنت جثة هامدة. وأردف عم الضحية مش قادرين ناخد العزا، عايزين العدالة الناجزة عشان نقدر ناخد عزا بنتنا، لابد من العدالة الناجزة لحماية كل بنات مصر، ما ينفعش كل واحد يترفض يجي يذبح لنا البنت، ده في شرع مين ده ومين يقول كده؟ ولفت إلى أن الجاني كان يحضر لنيرة المذكرات خلال جائحة كورونا، وكان يساعدها في الدراسة، وكانوا مطمئنين له بصفته رجلا مسلما شرقيا ومن نفس البلد، ولم يتوقعوا الغدر منه وأن يتحول إلى ذئب بشري ويذبح بنتنا نيرة. وأوضح أنه تم التوجه لخال الطالب وأبلغوه بما يفعل من تصرفات ومضايقات، إلا إنه قال إنه لم يتمكن من السيطرة عليه، وجري تحرير العديد من المحاضر ضده، وتم إيداعها في النيابة. وفي النهاية والدها منعها من الذهاب للجامعة من أجل الحفاظ عليها. وبكده يبقى انتهت أخبار اليوم. لو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك في القناة عشان يصلك كل ما جديد من أخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.